انطلقت من إيران واليمن ولبنان وحلقت فوق القبة الحديدية دون أن تشعر بوجودها. طائرات انتحارية شبحية اخترقت عمق تل أبيب والتقطت صور لأكثر الأماكن الإسرائيلية المدججة بالدفاعات الجوية، ومنها من قضى على لواء جولاني وكادت أن تفتك برئيس أركان جيش الاحتلال. ولا تكاد تمر ليلة واحدة على تل أبيب دون أن تغزو سماءها هذه المسيرات. في هذه الحلقة عزيز المشاهد نكشف لك أسرار وتفاصيل 5 طائرات إيرانية ركعت نتنياهو وجنوده. تابعونا. مسيرة يافا. أخطر مسيرات أبو اليمن التي اخترقت عمق إسرائيل، حيث قطعت مسافة 2000 كيلومتر وسلكت مسارات جديدة لتضليل أنظمة القبة الحديدية، وحلقت على ارتفاع منخفض، وعند وصولها إلى شواطئ تل أبيب هبطت إلى ارتفاع عدة عشرات من الأمتار فوق خط المياه حتى لا يتم اكتشافها. تعرف باسم يافا وهي نسخة شبحية تم تطويرها على أساس طائرة صماد 3 و4 ذات التصميم الإيراني، والتي يقول الحوثيون إن مداها يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر. يبلغ طول مسيرات يافا نحو 3 أمتار وعرض أجنحتها 5 أمتار، ويعتقد أن الحوثيين قاموا بتعديل طائرة صماد 4 بتخفيف حجم رأسها المتفجر من 18 كيلوغرام ليصبح أقل من 10 كيلوغرامات من المتفجرات، الأمر الذي منح المسيرة قدرة أكبر على حمل المزيد من الوقود والطيران لمدى أطول. شاهد 238 مرعبة الاحتلال. هي طائرة انتحارية إيرانية مطورة من شاهد 136 التي تستخدمها روسيا بكثافة ضد أوكرانيا. تتميز شاهد 238 ببدن أسود بشكل غير عادي، مما يشير إلى استخدام مواد ممتصة للرادار في هيكلها. يتم إطلاقها من منصات ثابتة باستخدام معزز يعمل بالوقود الصلب، ويتم دفعها بعد ذلك بمحرك نفاث، ما يجعلها أسرع من المسيرات والأنواع الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن سرعتها القصوى تتخطى 550 كيلومترا في الساعة بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، مع حمولة قتالية ما بين 30 إلى 50 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وتتمتع بأنظمة ملاحة وتوجيه متطورة. تستخدم 3 بدائل للتوجيه تمكنها من الإفلات من الرصد والاستهداف. وبحسب الإعلام الإيراني فقد تم استخدام شاهد 238 للمرة الأولى عسكريا في الضربات الأخيرة على مطارات الاحتلال. شاهد 136. هي طائرة انتحارية من إنتاج مؤسسة الفضاء الإيرانية، كانت أهم أضلاع الهجوم الإيراني على إسرائيل في عملية الوعد الصادق 1. وعلى وجه التحديد طائرات شاهد 129 وشاهد 136، أقل واحدة فيهن تصل حمولتها من المتفجرات إلى 200 كيلوغرام، وتصل سرعتها في المتوسط إلى 260 كيلومترا في الساعة. يبلغ وزن رأسها الحربي 38 كيلوغراما من أشد المواد انفجارا، كما يمكن الاستعادة عن الرأس التقليدية برؤوس خارقة للدروع والتحصينات أو قنابل انشطارية أو مواد حارقة. تطير شاهد 136 بسرعة تتجاوز 200 كيلومتر على ارتفاعات تتراوح بين 8 أمتار وتصل حتى 4800 متر. يمكنها التحليق حتى 16 ساعة متواصلة ضمن نطاق تشغيل يصل إلى 2400 كيلومتر. تحمل المسيرة شاهد 136 شكلا هندسيا بسيطا للغاية، أشبه بمثلث متساوي الأضلاع، قاعدته للخلف يتوسطها محرك للدفع، وجسم مركزي على طول الطائرة في مقدمته الرأس الحربي وكاميرا البث المباشر للمتحكم، حيث يبلغ طولها 2.8 أمتار وعرضها 2.6 أمتار، وبوزن كلي يصل إلى 110 كيلوغرامات. تستخدم شاهد 136 محركا صغيرا من طراز MD550 رباعي الأشواط. أما الهندسة التصميمية فبلا أي شك هي مستنسخة من شكل القذيفة الأمريكية الشهيرة سبيرت B2 زوايا حادة وسماكة بدن ضئيلة، مما يقلل ارتداد موجات الرادار إضافة لكتلتها الصغيرة.
تستخدم شاهد 136 أنظمة الملاحة العالمية كنظام جي بي إس ونظام غلانوس وجيريليو وغيرها. تكتمت إسرائيل عن حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء ضربات مسيرة شاهد 136، ولم تتطرق وسائل إعلامها لذكر أي أضرار أخرى، فيما فضحت عدسة مستوطنين إصابة قاعدة ميرون للاستخبارات. مسيرات شاهد 129. بحسب تسريبات سابقة، فإن روسيا تقدمت بطلب شراء للمسيرة شاهد 129، وهي طائرة هجومية بدون طيار صممها الحرس الثوري وكشف عنها في سبتمبر 2013. تبلغ سرعتها القصوى 850 كيلومترا في الساعة، ويبلغ طول الطائرة 8 أمتار وبارتفاع 3.1 متر وطول جناحيها 16 مترا، ويمكنها التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة وتنفيذ مهامها على مسافة 1700 كيلومتر وعلى ارتفاع 24 ألف قدم تقريبا عند تشغيلها بواسطة محطات الاتصال الأرضي، و2000 كيلومتر للنسخ التي تعمل بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ويمكنها التسلق حتى ارتفاع 8100 متر. في جانب التسليح، تمتلك شاهد 8 نقاط تعليق أسفل جناحيها، يمكنها حمل قنابل تقليدية أو صواريخ موجهة بالليزر أو بالأشعة تحت الحمراء، مما يعطيها أفضلية في تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء. وتستخدم إيران مع هذه الطائرة 4 قنابل ذكية من طراز سادي 345 مع توجيه دقيق بالليزر، وهذا يجعلها على رأس قائمة موسكو بسبب قدرته على القيام بمهام بعيدة المدى للعثور على قاذفات الصواريخ المتنقلة هاي مارس وتدميرها بعد أن زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا. أنظمة الرؤية المستخدمة في المسيرة شاهد بسيطة جدا، حيث يعتمد على كاميرا SLR من المصنعين التجاريين، وعلى وجه التحديد كاميرات نايكون B900، وربما أضيف الإصدار الأحدث B1000، والذي يوفر رؤية بدقة 4K مع تكبير بصري يصل إلى 125X وتكبير رقمي 300X، كما تمتلك كاميرات للرؤية الليلية من صناعة شركات تجارية صينية يصل مدى الرؤية فيها إلى 1800 متر. طائرة الهدهد. هذه الطائرة سبب ثاني أكبر خرق أمني لإسرائيل بعد عبور المظليين إلى غلاف غزة في 7 أكتوبر. فرغم حرص تل أبيب على تحسين أجوائها وحمايتها بأحدث أنظمة الرادار والمسح والدفاع الجوية، تمكنت طائرة الهدهد من اختراق الأجواء بدءا من الحدود اللبنانية وحتى ميناء حيفا والبور العسكري الخاص بالقوات البحرية الإسرائيلية، واستطلعت كافة الثكنات طولا وعرضا، والتقطت آلاف الصور والفيديوهات بدقة عالية جدا، ونشرت الجماعة اللبنانية مقطعا مصورا بطول 9 دقائق يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرة الهدهد، وقد تمكنت من العودة السالمة لتستعرض مواقع إسرائيلية حساسة وقواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات. وكشف الفيديو حينها عن مشاهد جوية لمدينة حيفا من بينها مجمع الصناعة العسكرية ومنطقة الموانئ التي تضم قاعدة حيفا العسكرية ومنشأة بتروكيميائية، علاوة على مبنى قيادة وحدة الغواصات والسفن الساعر الحربية بأنواعها. كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرة المستعملة في التصوير هي طائرة كهربائية إيرانية مسيرة تحلق عموديا وبصورة آلية تماما في مختلف الأجواء، ولها 8 محركات وفي كل جناح 3 مراوح، وهي من تصميم وتصنيع الباحثين في جامعة الشريف الصناعية في طهران. تبلغ سرعة القصوى لهذه الطائرة 70 كيلومترا في الساعة، وبإمكانها أن تحلق نحو 53 دقيقة متواصلة، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي من دون حاجة إلى مدرج، بل يمكنها مواصلة التحليق الآمن حتى في حال فقدان أو عطب أحد محركاتها. بوسع طائرة الهدهد نقل شحنة يبلغ وزنها 3 كيلوغرامات، وبإمكانها أن تحمل مجموعة متنوعة من الكاميرات المتطورة وشحنات من الأدوية، وقد تكون مناسبة في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك
هل تنجح مسيرة أذرع إيران في تركيع جيش الاحتلال؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو.